التفاصيل مع سعيد بلونيس. استهل السيد عبد العزيز زياري وزير الصحة السكان وإصلاح المستشفيات الزيارة التي قادته إلى ولاية الصديف بالاطلاع على مشروع القطب الصحي، سيما مركز مكافحة السرطان ومستشفى الأم والطفل، حيث بلغت وتيرة الأشغال بهما نسبا متقدمة. كما كانت الزيارة سانحة لمعاينة مجموعة من العيادات متعددة الخدمات والتي روعي فيها التوزع الجغرافي